النهاردة بنكمل المرحلة الرابعة من مراحل إعادة ابتكار أنفسنا. نراجعهم كده بسرعة. المرحلة الأولانية هي مرحلة التخطيط، المرحلة الثانية هي مرحلة التطهير، المرحلة الثالثة هي مرحلة التأنق. في التخطيط فكرنا إحنا ليه داخلين في عملية إعادة الابتكار دي، عايزين نبقى إيه الهدف من اللي احنا بنعمله ده كله او اللي احنا عايزين نعمله ده كله. المرحلة التانية هي مرحلة التطهير، وهو ان احنا بنتخلص من كل ما يعوقنا عن الوصول لهدفنا من افكار، من اشياء، من اشخاص. المرحلة التالتة هي مرحلة التأنق، وفيها بقى بنعيد النظر لمظهرنا وبنعدل من مظهرنا علشان أسباب متعددة، من أهمها إن عشان يتوافق مظهرنا مع مخبرنا أو جوهرنا. المرحلة دي هي مرحلة إن إحنا نفهم أنفسنا ونعرف مهاراتنا وقدراتنا. المرحلة دي طبعا جميع المراحل لا تقل أهمية عن بعضها، كل المراحل مهمة، وأنا برتب هذه المراحل رتبتها بطريقة معينة بحيث إن هي تبقى رحلة ماشيين من مرحلة لمرحلة لمرحلة لمرحلة، وما ينفعش ننط مراحل. ممكن مرحلة ما تاخد وقت قصير ومرحلة ما تاخد وقت أطول، شخص تاني هيطبق نفس الكلام هيبقى الوضع بالنسبة له مختلف، عادي مش مشكلة، بس لازم نمشي مرحلة ورا أخرى. وإحنا بنخطط كنا بنفكر في المستقبل، كنا بنفكر أنا عايز أبقى إيه بكرة، يمكن حصل حاجة كبيرة في حياتي أجبرتني على هذا التحول، يمكن فقدت وظيفتي ولازم ادور على وظيفة تانية، يمكن زهقت من الوضع اللي انا فيه وعايزة اتغير وابقى حاجة تانية. وبعدين دخلنا في مرحلة التطهير، وهي مرحلة مهمة جدا، لان لو انا من جوايا عايزة اتغير وكل اللي موجود في البيئة حواليا مش بيساعدني على هذا التغير مش هعرف اتغير، فطردت الافكار اللي كل ما اخد خطوة قدام بتشدني لورا، تخلصت من الاشياء اللي حواليا اللي خانقاني مكبلاني، الاشخاص اللي موجودين في حياتي لو اشخاص باختياري هتخلص منهم، لو اشخاص انا مجبر عليهم ما اقدرش اغيرهم حددت بيني وبين نفسي هتعامل معاهم ازاي والحدود الفاصلة بيني وبينهم وازاي مش هسمح لهم انهم يأثروا علي. المرحلة الثالثة التأنق، هو ان انا عايز ابقى ايه في المستقبل، عايز اعمل مثلا كارير شيفت لمجال معين، في المجال ده بيلبسوا ازاي، بيبريزنت themselves ازاي، وابتديت اخد خطوات عشان اغير من نفسي ومن شكلي عشان ادخل في الدور. عارفين الممثل جزء كبير جدا 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 من جودة اداء الممثل على لبسه ومكياجه وشكله. في انا يمكن قلتها في فيديو من الفيديوهات قبل كده، كانوا جايبين نور الشريف الله يرحمه وهو بيتكلم على فيلم، وفي الفيلم ده دخل السجن في شبابه وخرج من السجن عجوز ومهزوم، وانهم جابوا له نفس الهدوم بمقاسين، مقاس مظبوط عليه ومقاس اكبر، ولما طلع من السجن لبس المقاس الاكبر فمهدل عليه والاكتاف وقع وغير في مشيته. مظهرنا بيدخلنا في الكاركتير اللي احنا عايزين نبقى. نيجي بقى للشغل الجامد قوي على نفسنا. ناس كتيرة جدا جدا مش عارفة نفسها، مش فاهمة نفسها، مش عارفة قدراتها،
مش عارفه مهاراتها، مش عارفه ايه اللي تقدر تعمله. كنت بتكلم مع شاب من الشباب وقاعد عمال كل شويه يقول لي انا عيبي ان انا كذا وكذا وكذا، انا عيبي ان انا كذا وكذا وكذا. اكشولي الموقف ده حصل مع اتنين وللصدف الغريبه الاتنين شخصياتهم قريبه جدا من بعض وسنهم كمان قريب من بعض. انا عايز ابقى كذا، انا عايز ابقى كذا. وناس كتيره قوي بتبتدي ان هي تقلد حد، وانا نفسي بنصح بده احيانا لما نبقى مش عارفين نبتدي منين، لما نبقى مش عارفين نعمل ايه. اسهل حاجة ان احنا نقلد حد، بس المشكلة نختار حد نقدر نقلده. بمعنى ايه؟ الشخصيات بتختلف، في واحد انتروفيرت، في واحد اكستروفيرت. اكستروفيرت يعني بيستمد طاقته من التعامل مع الناس، بيحب يتكلم مع الناس، الكلام مع الاخرين لا يرهقه. واحد انتروفيرت عندنا يعني للأسف عشان احنا مش فاهمين دوا، نقول لك ده منطوي، ده قليل الكلام، ده خجول، مع انها ممكن لا يكون لا منطوي ولا يكون خجول ولا حاجة. هو كل الحكاية ان الكلام مع الآخرين بياخد من طاقته، فلما يبقى واحد اصلا شخصيته انتروفيرت ويختار واحد اكستروفرت عشان يقلده ما ينفعش، لان هذا الشخص الناجح اللي انا عايزه اقلده هو اصلا بيحب الكلام مع الناس، بيحب يتفاعل مع الناس، بيحب يخرج، بيحب يحضر ميتينجز، بيحب يحضر تجمعات. لكن انا شخصيتي مش كده، انا شخصيتي الحاجات دي بترهقني نفسيا. يبقى نختار حد صح، بس عشان اختار حد صح لازم افهم نفسي الاول. نقعد نفكر كده في نفسنا ونكتب ايه المميزات اللي احنا شايفينها في نفسنا، وايه العيوب اللي احنا شايفينها في نفسنا. وكل ما نلاقي الخانة بتاعت العيوب كتيرة قوي، ارجع لخانة المميزات واكتب فيها وافكر فيها. فكروا كل واحد فينا فيه مميزات كتيرة جدا جدا جدا، عددها لا يقل عن العيوب اللي احنا فاكرينها. الحاجة التانية كمان، احنا نبص بقى للعيوب اللي احنا شايفينها دي ونفكر فيها، هل هي فعلا عيوب ولا مجرد صفات فيا؟ اقول لكم مثلا على سبيل المثال، يقول لك ده في شخص حساس قوي، انفعالاته، دمعته حاضرة، الكلام ده. الشخص الحساس ده ممكن يكون شايف ان حساسيته دي عيب من عيوبه، مع انه لو هذا الشخص اشتغل في مجال تاني في انه يتعامل مع مشاعر الناس مثلا، ويتعامل مع هذه المشاعر ويحسسهم ان هو فاهم مشاعرهم دي، هينجح. واحد تاني يقولك ده كلامه زي الدبش، اللي في قلبه على لسانه. هذا الشخص اللي احنا شايفين ان هو عنده عيب، او هو شايف نفسه عنده عيب في موقف اجتماعي، هذا الشخص لو راح في وظيفة او في مكان وكان الاساس فيها قدراته الفنية ومهاراته الفنية، وانه يقول هنا في كذا 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 لازم يتصلح، هنا لازم نعدله. فكروا في المحاسبين، فكروا في المهندسين، فكروا في الفنيين. ما ينفعش يقول مشاعر، ما ينفعش يدخل في موقف ويقول انا مش هقول الكلام ده احسن ازعل حد. ما ينفعش، ممكن يكون موقف ما في ارواح ناس. ادي تو اكزامبلز على حاجات ممكن يكون الشخص شايفها في نفسه عيوب، ولكن لو اتحط في سياق اخر، ولو اتحط في موقف اخر، لو اتحط في مهنة تانية، ما تبقاش عيوب ولا حاجة. فهو ده اللي انا عايزاه منكم في المرحلة دي، ان احنا نعمل جرد لانفسنا، نعمل
وتاني بكررها عشان انا عارفه ان في ناس، وجربتها كتير على فكره، ناس بتتصل بيا وساعدينا ومش ساعدينا ولما اديهم واجب يهربوا. الواجب لو ما اتعملش يبقى كل اللي انتوا بتعملوه ده ملوش اي فايده. لو ما تنفذش بالشكل اللي انا بقول عليه مفيش فايده هنجنيها من وراه. ليه بأصر ان انتوا تجيبوا ورقة وقلم وتكتبوا؟ احنا مش في مدرسة، احنا في الحياة بنعمل الكلام ده لنفسنا. هنبقى كسلانين كمان على نفسنا؟ يبقى خلاص، اللي مش عايز يتغير ما يتغيرش، دي مش مسؤوليتي انا. هاتوا ورقة وقلم واكتبوا عشان بننسى، عشان الكتابة كمان بتجبرنا ان احنا نفكر وندعبس وندور. وقسموا الصفحة، خانة للمميزات، خانة للعيوب، وخانة للمهارات. المميزات اكتبوا واملوها، مش عايزة اديكم رقم بس ما تقلش عن 20 ميزة. العيوب اكتبوا، وزي ما بقولكم لو لقيتوا خانة العيوب زادت قوي 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 ارجعوا للخانتين التانيين، لازم يبقوا تقريبا قد بعض. وللمهارات اكتبوا كل المهارات اللي عندكم، حتى اللي انتوا حاسين انها ممكن ما تفيدكوش اكتبوها الاول، وبعد كده هنغربل كل ده. المرحلة دي احنا مفروض ان احنا بنفهم نفسنا قوي، بنحلل نفسنا، بنفصص نفسنا عشان نفهم احنا ايه، عشان نفهم قدراتنا ايه. انا ممكن اكون عايزة اشتغل معجبة جدا مثلا برأس الباليه، ونفسي نفسي ان انا اكون باليرينا، لكن هل اقدر اكون باليرينا؟ لا طبعا. هو في باليرينا 10 قناطير شحم و10 لحم؟ هي في باليرينا ما فيهاش فليكسابيليتي ومرونة؟ هي في باليرينا ما بتتمرنش 8 ساعات كل يوم سواء عندها عرض او ما عندهاش؟ هي في باليرينا بتاكل اي كلام؟ لما ارص ده واشوف انا حلمي ان انا ابقى باليرينا، وانا مهاراتي كذا وقدراتي كذا وعيوبي كذا، فين؟ ما ينفعش. يا اما اقعد اشتغل على نفسي قد الشغل اللي الباليرينا بتعمله عشان ابقى زيها، يا اما افكر بواقعيه واقول انا مش هنفع باليرينا، يمكن انفع حاجة. عايزة اقوله هنا ان ما تبصش بره دلوقتي، مرحلة استكشاف انفسنا. وليه بقول استكشاف؟ لانه فعل واعي بان احنا نكتشف، زي اللي جايب كشاف نور وقاعد عمال يبص في كل حتة في 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 الاوض الضلمه اللي في دماغتنا وفي نفسنا علشان نفهم احنا ايه. انا عارفه عن نفسي مثلا ان انا اكستروفرت، بحب الكلام مع الناس، ما بارهقش من الكلام مع الاخرين. شغلي في الاستشارات استفاد من الحكايه دي. شخص تاني انتروفرت بيحبش الكلام مع الناس، يمكن الشغل ورا مكتب احسن له وافيد له ومناسب لشخصيته اكتر. انا واحدة من الناس انتوتيف، يعني اللي قلبي بيقولهولي. لما بيبقى في موقف ما، في حاجة جوايا بتقولي ده صح ده غلط، اعملي كذا ما تعمليش كذا. في ناس تانية لا، لازم تفكر ولازم تشوف بكل الحواس اللي عندها، وتجمع معلومات وتجمع معلومات. انا ثينكر مش فيلر، يعني بشغل عقلي قبل قلبي. كنت بكلم واحد شخص عظيم جدا جدا وبنتكلم، وبقول له انا بحب لما العالم عالم الدين يقول حاجة تخش مخي الأول قبل أي حاجة تانية. اعترض عليا وقال لي
لا وما ينفعش ان احنا نبتدي بالعقل، وفي حاجات كتيرة منافية للعقل. انا عشان انا دايما ببتدي بالعقل، فكرت في الحاجات اللي الناس بيقولوا عليها ان هي ملهاش اي تفسير، ووجدت لها تفسير. حاجات من اللي هي بتعمل صراع بين الناس ويبقوا الناس مش فاهمينها، لقيت ان العلم بيؤيدها، ان في سبب ما وراها، ان في لوجيك، في منطق. في ناس تانية فيلرز، يعني المشاعر الاول، وبتبقى مرهفة الحس قوي. انا مش مرهفة الحس قوي، العقل الاول وبعد كده بقى تيجي المشاعر. لا انا صح ولا هم غلط، ولا هم صح ولا انا غلط. كل الحكاية ان دي تركيبتي ودي توليفتي ودي تركيبتهم ودي توليفتهم. انا من الناس اللي بحب اخطط لكل حاجة، اللي بحب اديزاين حياتي، بحب اصمم حياتي، بحب افكر في حياتي وارتبها. في ناس تانية يعني سايباها كده، بتحب تسيبها كده وزي ما تيجي تيجي وزي ما دي. هو دي تركيبتهم. لو حاولت اجبرهم على انهم يخططوا التخطيط الميتيكلس اللي انا بعمله، اللي هو يعني لاصغر حاجة، يتعبوا. فلما بيبقى عندي حد من الشخصيات دي وبقعد اتكلم معاهم، وفعلا كان عندي اتنين من الموظفات، واحدة شبهي زيي بتحب تخطط كل حاجة، ولما نقعد نبقى قاعدين بنكتب والخطة تبقى حاجة طويلة وعريضة. الموظفة التانية كانت كرييتيف شوية، كانت مبدعة، كانت بتعمل لنا حاجات يعني فيها إبداع. ما تقدرش تخطط بالشكل ده، فتعلمت معاها ان انا احنا نحط خطوط عريضة، وان انا اسيب لها مساحة من الحرية تتحرك فيها. كان ممكن اقارن ما بين الاتنين، انت ليه مش زي دي؟ انت ليه ما بتعمليش زي دي؟ يعني ايه غبية؟ ما بتفهميش؟ وممكن يعني افكر اي تفكير، لكن لا، عشان انا عارفة ان تركيبتها كده، ان هو دي طريقتها، ان هو ده اسلوبها. ابتدينا نشوف هنتعامل مع بعض ازاي، بحيث ان انا اكون مرتاحة ان في خطة، وهي كمان ما تكونش مخنوقة بخطة شديدة محكمة. هل الاسلوب ده ينفع في كل حاجة؟ لا طبعا ما ينفعش في كل حاجة. زي مثلا بنبني مبنى، إدارة المشروع إذا ما كانتش هتخطط لأصغر حاجة في المشروع، ممكن يحصل كارثة. المرحلة دي عشان نلخصها، مرحلة إن إحنا نعرف نفسنا ونستكشف نفسنا، دي مرحلة الاستكشاف. بستكشف أنا إيه، أنا بحب إيه، أنا ما بحبش إيه، أنا بعرف أعمل إيه، أنا ما بعرفش أعمل إيه. ما تفكروش دلوقتي خالص في بره خالص، احنا كل الشغل اللي بنعمله في المرحلة دي شغل داخلي. وبلست، بكتب بكتب بكتب. هاتوا كراسة واكتبوا كده: مشروع إعادة ابتكار نفسي. وامشوا خطوة خطوة مع اللي انا بقوله لكم. في المرحلة دي خصصوا لها كام ورقة كده، اكتبوا مميزاتكم، اكتبوا عيوبكم، اكتبوا قدراتكم، وقعدوا فكروا فيهم مرة واثنين وتلاتة. المرحلة دي مش هتخلص في قعدة، مش اقل من اسبوع من التفكير المستمر في انفسنا، عشان نقدر نلم كل حاجة عن نفسنا. يا ريت تعملوا التمارين اللي بقول لكم عليها. اكتبوا لي تحت في التعليقات اذا كنتوا محتاجين دعم زيادة، اذا كنتوا محتاجين شرح زيادة. البيج بتاعتي على الفيسبوك
تقدروا تبعتولي فيها مسجز. هي صفحة سهلة جدا اسمها ذا حنان عواد، كلهم ورا بعض، نفس السبيلنج بتاع قناة اليوتيوب ذا حنان عواد. ابعتولي مسجز وعرفوني وفهموني انتوا فين في هذه المرحلة او في المراحل التانية. مؤخرا لسه في واحد ابتدى يعني مراحل اعادة ابتكار النفس، وبيقول لي انت تخطيتي مراحل، طب انا اعمل ايه؟ امشي على حسب انت محتاج ايه، مش مهم انا فين، المهم ان انت بتبتدي وما تنطش مرحلة قبل مرحلة. اسبوع واشوفكم.